مالك يا محمد قرفاق وخيال مالك سواعد. ابنة الفحل مايسترو الجمال والأم شكيلة، الملك قصي شعبان، المدرب والخيال كريم شعبان. أما ثالث المنطلقين وزير الفانتوم، ابن الفانتوم هنيد والأم بنت وزير، المالكين يعقوب ومحمد أبو رومي، المدرب محمد أبو رومي والخيال ساهر سواعد. بالشوط السادس، شادى الجمال مع كريم شعبان ماكسيمو مع مالك سواعد. إذا خيول الشوط السادس داخل جهاز الانطلاق، شوف أمارة وغرات مواليد عام 2017، أربعة مشاركين بالشوط السادس مرة أخرى، شادى الجمال ماكسيمو حبيب الله ووزير الفانتوم. بالفعل انطلقت خيول الشوط الثالث على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لإمام ماكسيموم مع مالك سواعد وحبيب الله مع مراد شلبي ينافس ماكسيموم على صدارة الشوط. ماكسيموم وحبيب الله بصراع مع وزير الفانتوم، بصراع ثلاثي بالمراحل الأولى من هذا السباق، بصراع على صدارة الشوط السادس، سادس أشواط هذا اليوم. ماكسيموم يقود خيول الشوط السابع بدخوله المنعطف الأول مع مالك سواعد، حبيب الله من خلفه مع خيال مراد شلبي يحاول انتزاع صدارة الشوط ما بين المنعطفين، إلى أن ماكسيموم ينفرد بصدارة الشوط. كرة في المنعطف الثاني، ماكسيموم مع مالك سواعد يتقدم بصدارة الشوط السادس. ما بعد المنعطف الثاني والأخير، ماكسيموم وحبيب الله بسرعة على صدارة الشوط. وزير الفانتوم مع مالك سواعد يندفع من الخلف، شادى الجمال تندفع مع كريم شعبان، ماكسيموم يأبى التنازل عن صدارة الشوط. ماكسيموم وشادى الجمال وحبيب الله بسرعة ثلاثي على صدارة الشوط، يتقدم ماكسيموم بسرعة مع شادى الجمال، ماكسيموم وشادى الجمال وحبيب الله، ماكسيموم وشادى الجمال، ماكسيموم وشادى الجمال، إلى أن ماكسيموم مع مالك سواعد بالمرتبة الأولى، شادى الجمال مع كريم شعبان بالمرتبة الثانية، وحبيب الله بالمرتبة الثالثة مع مراد شلبي. ماكسيموم بصدارة الشوط السادس من انطلاقته حتى خط النهائي، ماكسيموم مع مالك سواعد، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، مبروك ألف ألف. إذا ندعو لتتويج أصحاب المراتب الثلاث الأولى بالشوط السادس، الأخ عواد مرساس أبو عمر فليتفضل مشكور لتتويج أصحاب المراتب الثلاث الأولى بسادس أشواط هذا المهرجان. جوردي لكولوم شرو، المالك أمير الصح، المدرب محمد خرطاب، على صهوته الفارس مالك سواعد. مبروك ألف ألف مبروك، يتوج أصحاب المراتب الثلاث الأولى، الأخ عواد مرساس أبو عمر يتوج صاحب المرتبة الأولى بسادس أشواط هذا المهرجان. ماكسيمو ابن كيرديلاس مبروك يا أمير الصح، مبروك يا مدرب محمد قرطاب، مبروك للفارس مالك سواعد على صهوة الحصان ماكسيمو صاحب المرتبة الأولى بسادس أشواط هذا المهرجان.
بسادس أشواط هذا المهرجان كانت من نصيب شادى الجمال ابنة مايسترو الجمال والأم شتيلة المالك قصي شعبان المدرب والخياط كريم شعبان أوس أدهم صبيح يتوج صاحبة المرتبة الثانية بسادس أشواط هذا المهرجان مبروك ألف ألف مبروك. أما صاحب المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حبيب الله ابن الفحل مرماس نادر والأم أسرار المالك عادل عنبتاوي المدرب عبد عنبتاوي والخيال مراد شلبي على صهوة الحصان حبيب الله حل ثالثا بسادس أشواط هذا المهرجان. يتوج الأخ أوس أدهم صبيح مبروك ألف ألف مبروك مبروك يا حبيب الله مبروك يا عادل عنبتاوي مبروك يا عبد عنبتاوي مبروك يا الفارس مراد شلبي